من دفع الشرط الجزائي لتشافي؟ برشلونة ينهي الجدل في مؤتمر صحفي. يخطط نادي برشلونة للكشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز من السد القطري. وأعلن برشلونة اليوم السبت التوقيع مع تشافي حتى صيف 2024. ووفقا لصحيفة إسبانيا فإن برشلونة يرفض الإفصاح عن تفاصيل التعاقد مع تشافي قبل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعبين، وذلك لدواعي سرية. وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي سيعقد يوم الاثنين المقبل وسيوضح حقيقة دفع النادي الشرط الجزائي في عقد تشافي من أجل إنهاء علاقته مع السد القطري. وانتشرت الكثير من الأنباء المتضاربة حول تفعيل الشرط الجزائي البالغ 5 ملايين يورو وهوية من سدد تلك الأموال. وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي شارك في دفع كل من برشلونة وتشافي، لكن بشرط أن يستعيد النادي الكتالوني تلك الأموال مستقبلا مقابل اتفاقيات مثل مباراة ودية أو التزامات تجارية. وسيعلن عن ذلك الأمر في المؤتمر الصحفي.